واحدة من أحلامي وأنا صغير أصير مصارع. انزل بوم. أنا بوم. بوم. لكن هل أقدر أتحمل العناء والتعب حتى أني أكون مصارع حقيقي؟ خلينا نشوف الموضوع. كانت أول خطوة بعد ما فكرت أني أصير مصارع محترف أبحث عن أكاديمية لتعليم المصارعة. فدخلت الإنترنت جالس أبحث، لكن للأسف الشديد هذه الأكاديميات كلها موجودة في أمريكا. وبالصدفة وأنا جالس على التيك توك لقيت في اتحاد مصارع في السعودية وفي الرياض وعندهم أكاديمية لتعليم المصارعة، ويبعد عن بيتي 12 دقيقة. إيش لنا وإيش المشاوير بلا أمريكا بلا كلام فاضي؟ خلينا نروح هنا يلا نتعلم مصارعة. بسم الله. بسم الله. هلا والله. طربيتي أنا. يا عمري. يا عمري. طلبت لي كذا ملابس نظيفة كذا وكاجوال من شي إن. خرافي مجنون، أحلى من اللي أنا شفته في التطبيق. برضو خذت لي كت، مو عشان أروح في النادي لا، عشان أجلس في البيت وأكون مرتاح، وجاي مضبوط ومطاطي ومريح، ما في شي يأذيك يحكك كذا، شي 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 مرة جاي على الجسم. في شيرت بولو، من زمان ما اخذت لي شيء بولو، شيء كذا حلو مرسوم ومرتب زي ما انتم شايفين. وبالمناسبه ترى في كود اللي هو اي شو يخصم لك، لازم تستخدمه. خذ زمزميه مطاره زي ما يقولوا، شكلها حلو. اوه دايم فيها صفي حلو مره، حلو حلو حلو. حذيان الله يكرمكم البسه فقط في البيت، لطيف في اللبس على طول تلبسه بسرعه. اوكي ها شايفين، ولا كأنه في رجلك. أنا إنسان عندي أشياء كثيرة في يومي أسويها، ولكن أحياناً أنسى بعض الأشياء المهمة فاضطر إني أكتبها. فخذيت من عندهم مذكرة اسمها To Do List، تكون معي أينما ذهبت، فشيء حيكون مرة مرة عملي. خذيت لي إطار نظارة حلوة، هذا كله في شيء إن. نظارة، جزم الله يكرمكم، مطارة، ملابس، اللي تبغى كله عندهم. وكود الخصم أيشو. وآخر شيء معانا يا أخوان شنطة، لأنه أنا جالس أستخدم شنطة تقريبا من 3 سنوات. هذه الشنطة فيها ميزة، أقدر أحط فيها شوز، مكان خاص بالشوز هنا، حطيتها جوا هنا، شايفين الشوز جوا، وباقي أحط فيه أغراض هنا جوا. هذه المطارة هنا، وقفل وإلبسها على طول بدون مشاكل، ورب المصحف إنها شيء رهيب. واستخدموا كود ايشو. واخر شيء معانا، اهم شيء بالنسبه لي انا، ميزه الميزان هذا انه مديك تربطه على الجوال يسجل وزنك بشكل يومي، تصير انت مديك تعرف كم كان وزنك الاسبوع الماضي او اللي قبله. كود الخصم ايشو. بسم الله. شوف كم وزني، الله يستر، والله سمنان شويه. عشان كذا احتاج الميزان هذا، لانه في برنامج يمديك تربطه مع الميزان عشان يسجل وزنك يوميا، تصير تعرف وزنك كم امس، كم قبله، كم قبل اسبوع. وكود الخصم اي شو تحت في صندوق الوصف، حاط لكم منتجات تحت ال 69 ريال وال 49 وال 29 ريال، ولا تنسون كود الخصم اي شو. دخلت المكان ولا ادري ايش فيه ولا ايش السالفه ولا كيف اتمرن، بس دخلت معاهم على طول سريع سريع كذا، دخلوني معاهم بدينا نلفلف اسرع 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 اسرع. على طول دخلنا في الحامي، بس حسيت الى تلك اللحظه كانت تمارين عاديه، ما حسيت في صعوبة يعني. بدينا نغير في التمارين وبالنسبة لي صار جوها غريب. 1 2 up down. بكل أمانة حسيت إن المكان أول مرة أجيه، يعني حسيت فيه نوع من الارتياح، نوع من الأمان، ما أدري وش تسميه. أول تمرين بدأت فيه أو حاولت أتعلمه اللي هو الرول أو الدحرجة، ما كنت أدري إن المصارع مضطر يتعلم كيف يرمي نفسه بدون ما ينصاب. المحاولة الأولى حلو، بوزيشن، والثانية بوزيشن، والثالثة أيوة، والمحاولة الرابعة حلو بوزيشن. فيها شوية صعوبة حقيقة، الرول مو شيء سهل أو مو شيء واحد، في رول على اليمين، في رول على اليسار، في رول أمامي، وفي رول خلفي، وهذا أساسي في المصارعة، هو أساس المصارعة. وأصعب رول من الرولات اللي هو التايجر رول، عبارة عن أنك تقفز في الهواء وتتدحرج وتقوم بدون ما يلمس راسك الأرض. والمدرب عشان يصعبها علي حط نفسه قدامي وحط شخص آخر قدامي. يلا عطيناك أجسادنا، لو رميت نفسي وما ضبطها راح اصيب نفسي واصيب معي المدرب واللي جنبه. ايوه
معكم نايف مطيري، انا مصارع مؤسس اول منظمه مصارعه حره هنا في السعوديه تحت مسمى اس بي دبليو. عندنا اكاديميه خاصه في المصارعه، طبعا صارنا في المجال من 2019 تقريبا حدود الخمس سنوات او اربع سنوات هنا في المجال. قدمنا 9 عروض، حاجتين اساسيه في المصارعه، اول شيء الدوران ثم اللوك اب. هذا يلا شلون تفكها الآن عرفنا ليش الرول أساسي في المصارعة. أهم عضلة في جسم المصارع مش الباي ولا الصدر ولا الظهر، أهم عضلة هي عضلة الرقبة. إذا كانت عضلة الرقبة ضعيفة لا سمح الله معناه ما راح تقدر تحمي نفسك من السقطات، معناه لا سمح الله ممكن كسر في العمود الفقري ثم انشلل أو موت مباشر. أغلب الناس تقول مصارعة حرة ترفيهية، الترفيه وش له دخل في الخطورة؟ لكم أنكم تتخيلون أن المصارعة من خطورتها ممكن أنها تتجاوز الملاكمة، ممكن أنها تتجاوز الفنون القتالية المختلطة، تسلم جسدك لشخص أنت ما تعرفه. فعلشان كذا موجودة عندنا أكاديمية تعليم المصارعة، نتعلم دائما البيسكس، البيسكس هي اللي نشد عليها، هي الأساس اللي من بعدها تقدر أنك تبحر في الموفز في المصارعة. وإن شاء الله أحمد بيجرب ويشوف. الآن أدركت تماما وعرفت وفهمت ليش دائما قبل كل عرض مصارعة يكتبون لك لا تجربوا هذا في منازلكم، لأنه فعلا شيء خطير. فأرجوك يا عزيزي لا تجرب المصارعة أبدا حتى على مستوى المزح في بيتك، لأنه هذا الشيء ممكن ينهي حياتك يا أخي. أول بومب أخذته كان جدا مؤلم. حلو، لا تنزل على أسفل ظهرك، انزل من ظهرك من هنا. والبومب الثاني والثالث وان هي. والرابع جاهز؟ والبومب الخامس. غير انه في اكثر من نوع بومب، يمكن 5-6 بومبات. في بومب على ورا، وفي بومب ترمي نفسك على ورا وانت راكض، وفي بومب ترمي نفسك على جنب، وفي بومب ترمي نفسك على قدام. فكلها كانت خطيره وكانت مؤلمه. يعني اليوم سوى اشياء كويسه، يعجبني فيه الشغف للمصارعه، حب المصارعه، وانه رياضي فعنده البوتنشل الحلو. لكن اشوف في اسبوع صعبه مره انه يكون مصارع، وما مر علي يعني واحد قد صار مصارع باسبوع. وممكن انزل له اختبار، واختبار يكون صعب مره عليه، انه بنزل واحد من اخطر المصارعين عندي. ممكن تكون يا نهايه احمد ولا بدايه مصارع جديد في اس بي دبليو. رغم اني تدربت على البومبات وسويتها اكثر من مره، الى اني لازلت خايف. بس تأخرت فقط 3 دقائق، وتعرفون يا عيال شوارع الرياض زحمة زحمة يا أخي، ما نحصل مواقف، ويلا إلا جلس يوبخني ويسمعني كلام. حسيت إني طالب في مدرسة يا رجل. إيش إذا أنت ما راح تلتزم في التدريبات، ولا راح تلتزم في التوقيت، ولا راح تلتزم في الموعد اللي دايم يعني نتفق عليه وأعطيك إياه، رجاء يعني لا تكمل معانا. إذا أنت قدها وإذا أنت راح تجي دايم في المواعيد، تعال الحين تمر يلا. I was born a killer, I was meant to win. I am down and willing, so I will find a way. It took a minute and I didn't have a right away. الآن تأكدت وعرفت إنه معدل اللياقي يحتاج تحسين. في اليوم الثاني شعرت إنه لازلت أواجه صعوبة في تعلم أساسيات المصارعة. حركتي في الحلبة بطيئة جدا، ماني عارف أسوي الرول بشكل كويس. البومبات دائما اتردد قبل الطيحه، ويجي في بالي اكثر من سيناريو، وافكر انه ممكن اطيح واتعور واتالم، وممكن يصير لي شيء لا سمح الله. فحسيت انه انا في مكان واحد ولازلت على نفس المستوى زي اليوم اللي قبله. واللي زودها اني ما عرفت للتايجر رول هذه، والمدرب عصب. طيب جبتي تعورني هنا، ما تضبطها صح، رقبتك ما راح تعورك، تنكسر. بس انا عارف الضغط اللي حيحطك فيه المدرب لا يقارن بالضغط اللي مع الجماهير. قطعت عهد مع نفسي اني ما اطلع من التدريب الا وانا متقن لشيء اسمه التايجر رول. احمد تستهبل؟ والله ما استهبل والله. ايوه بعد الرول عندي خوف منها، انا خاف من الرميه هذه، عندي خوف منها لسه، ودي اتجاوز هذا الخوف. ما اعرف، ما بدت احس اني ما ادري اكمل. جلست اتدرب على البومب واتدرب واتدرب، لانه البومب مستحيل تجتازها
حتى تتقنها 100%. الآن داخلين على ثاني يوم والتحدي أسبوع، إلى الآن مو جالس يتقن البومب بشكل مطلوب. بديت أشوف بعيونه الخوف إنه يأخذ بومب، وهذا أهم شيء في المصارعة، إنك تعرف إنك تبي تتألم وما تخاف من الأرضية وما تخاف من الحلبة. والآن بدأنا نتدرب على تمارين الهيدلوك، الدوران، الاشتباك، ودخلنا على شيء ممتع بالنسبة لي اللي هو الانترناشنال. الانترناشنال هو أمتع شيء إنك تسويه، وأمتع شيء إنك تشوف أحد يسويه أو يطبقه داخل الحلبة. يدي قامت تعورني الحين، ظهري عورني، رقبتي تعورني من أمس، والله الذي رفع سبع إنه أنا بديت أفكر، ما أعرف، ما أحس إني قادر. وفي الأخير كل اللي تعلمته من حركات في الحلبة راح أطبقه في أول مواجهة لي. فعلاً لازلت أحتاج أرفع لياقتي، لياقتي ضعيفة جداً، أتعب بسرعة، لأنه مباراة المصارعة ما راح توقف عشان تعبت، حتكمل حتى لو إنك تعبان، وإذا أنت تعبان ما راح تعرف تأخذ بومب، ما راح تعرف تأدي صح. قوم قوم قوم، لا تجلس لا تجلس لا تجلس، قوم قوم، لا تتكي على الحبال، تعبان؟ لا. ذكرني بمدرس التحفيظ، ما كان يسمح لنا يعني نتكي على الجدار. شديد. بدأت أشعر في تطور في الرولز، بدأت أضبطها، بدأت أعرف أسويها، بدأت تكون سهل علي، أقدر عادي أرمي نفسي في الأرض وأقوم عادي. لين صار شيء وفعلا حسيت بالخطر، كل السيناريوهات اللي في مخي بدأ يصير شيء منها. تايق الرول؟ لا 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 لا، تسوي جمب، لا تطيح لا تطيح، تايق الرول ما في صوت، لا تطلع صوت، تمام؟ اكتشفت شيء، انه كل ما ضبطت البومب كل ما كان ألمها وخطرها أقل عليك. اوه ترك ترك ترك، متحمس، اوه بومب تسبب في إصابة، ممكن تنكسر، ممكن رباط، ممكن أشياء كثيرة. زين أخذت البومب وأنا كذا ارتجاج على طول، ترى جاني ارتجاج أنا مرة بسبتها. وهذا يفسر إذا المصارع أداؤه كويس داخل الحلبة حيكون خطر أقل على نفسه وحتى على خصمه. أوه وجاء وقت البنشات. أنا مطالب أني ما أعور الشخص، أني أضربه ضربة قوية تحرك الحبل، زين، وعندي كاميرا هنا تصور، وأعطيه كذا ضربة بوف 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 بوف، ما راح تأخذ اللقطة السينمائية صح. صعب جدا أنك تضرب بس ما تضرب، يعني تسوي كذا بس تلمس بعيد، لازم أسدد لكمة قوية بس ما أحول خصمي. جالس ألاحظ أنه في كل يوم ماني جالس أتطور، ماني جالس أتحسن، والمصارع الأسطوري هو اللي يستطيع أنه يبهر الجمهور، واللي يقدر يبهر الجمهور معناه أداؤه كويس وممتاز داخل الحلبة. فأنا اللي أحتاجه الآن أني أتعلم وألتزم وأعمل. هذا نحن في اليوم الرابع، بدأت أتعلم حركات جديدة، بدأت أتقنها حتى. كان متطور بشكل ملحوظ، ولاحظت أنا شيء هذا، خطط أنا على شيء راح أفاجئه، انتظرونا. بدأت أستمتع وأنا داخل الحلبة، بدأت أحس أني جزء من الحلبة، ولكني لعل ارتجلت شوي يعني. ايش اسوي؟ وش قايل لك انا؟ وش قلت لك؟ شو؟ وش قلت لك؟ وطو! الحركات هذه ما تسويها، القدعه هذه ما تسويها عندي في الحلبه. يا اخي يا اخي تحمست، ابغى اطلع شون مايك اللي في داخلي، ابغى اسوي حركات، ابغى اسوي فينش، بس هو مره شادها. انا قايل له من البدايه انه لا يتقدعن، القدعنه في المصارعه والحركات اللي تسويها من راسك يعني بدون اي سيناريو، بدون اي سكريبت موجود في الحلبه، يسبب اضرار كثيره، ممكن انه يصيبك، ممكن يصيب خصمك. فدايم عندي المتقدعن لازم ينضرب صدق، وهذا اللي صار اليوم.
بكل أمانة تجربتي وأنا داخل الحلبة ما كانت ممتعة، ما حسيت إنه شيء حلو إنه أكون معي قهوة. شخصيتي إني أدخل الحلبة وأنا معصب وأعطيك النظرات ونقز وشغال الموسيقى وكذا، أعطي إنه هذا المصارع راح يفجر الدنيا في الحلبة. دخلت فيه كان تهريج بكل أمانة. أقلص أقلص يا رجال، حياكم والله. كررت أمها يا أخي، أحس هذا ما في جمهور. عشان المصارع يكون له هوية كذلك لابد يختار له حركات خاصة فيه، فحركة الكومباك حقتي اللي هي السباين باستر، شيل وزنه وتدب على الأرض. واخترت السيجنيتشر موف حقتي اللي تهيئني للفينيشر اللي هي ضربة المرفق، أو زي حق الذروك بيبل ألبو كده يفصخ ذي ويهي حماسية مرة، هي أفضل حركة سيجنيتشر في التاريخ. طبعا في السباين باستر حركة المرفق حسيت الحركتين هذه ما تناسب هويتي، مرة رهيبة حلوة لكنها ما لها علاقة بهويتي. ولكن في الفينيشر موف لابد اني اختار حركة انا احبها، احب اشوفها، احب اسويها، اتحمس لما اشوف مصارع يسويها. حتى خليت مصارعي في اللعبة كان دائما يسوي الحركة هذه، وفي نفس الوقت انا يا جماعة اعشق شيء اسمه الخلط، تعرفوني عاد، فدمجت حركة الخلط مع السبير، خليتها حركة واحدة اني اخلطك في البداية واخش عليك سبير بعدها. الرجال مطفي اللمبات وحاط لي طاولة فوق الحلبة وجايب لي بوديجارد طوله مترين وحاط لي عقد فوق الطاولة ودخان ودنيا. ايش السالفة؟ بقرا العقد اول شيء. والله شوف، يجوز لك ما يجوز لك، انت دخلت هنا بشغف طموح انك تحقق شيء ما حد قد حققه من قبل، اللي هو انك تخوض نزال مصارعة بعد تدريب أسبوع واحد، وهذا شيء مستحيل. فإذا ما ودك خلاص كنسل المقطع اللي في اليوتيوب، ما يحتاج. مدير أنا أبغى أشيل حلبة من هذا نادي ودي قصر. أخوي كم سعر الشاشات؟ نبغى شاشة كبيرة مثلاً 8x4. ها؟ كبير يا رجل، ما عاد في رجعة. خلاص أنا بصير مصارع أياً كان الثمن. والله يستر. بس عشان يكون نفسي طويل في الحلبة قلت لازم أتمرن كروسفيت على الأقل 3 أيام في الأسبوع. الكروسفيت لعبة أسطورية تجمع ما بين البناء العضلي والقوة واللياقة. والله ما توقعت حتى بزي كده. كنت أتمنى أني بدأت لعبة الكروسفيت أو أي رياضة ترفع لياقتي من زمان. هذه الرياضة أكثر رياضة حتساعدني أن أكون على لياقة عالية داخل الحلبة، لأنه أنت بتسوي ضغط كبير على جسمك في وقت قصير جدا. باقي يومين على مواجهتي، وللآن أنا ما تعلمت أني أكون مصارع ممتاز داخل الحلبة. ماني راضي تمام الرضا عن هويتي، أحس أني ما ضبطت البنشات، ما ضبطت تحركاتي الحركات. أبغى يكون لي يعني شكل واضح داخل الحلبة، أحس أنه أبغى أكون زي مثلا إج كحماس، جون سينا كقوة، بس ماني عارف. باقي يومين. لوغان بول رغم انه يوتيوبر الى انه اثبت انه مصارع اسطوري داخل الحلبة. ليش؟ لانه يعرف يسوي حركات رهيبة، فمن هذا المنطلق انا كمان لازم اتعلم كيف اسوي حركات رهيبة. مصارعة صعبة يا عيال، خطيرة، مميتة، قاتلة. ايش رايك في حركه ابو سعد؟ حركه قبيحه، حركه وسخه، حركه غير متوقعه من شخص كنت انا احترمه صراحه. لا ترحم، انت ما تمثل نفسك، تمثل كل الدهون في البلد. جيناك يا حق النادي، ورني كيف تمشي من عند تركي. تركي انا وياه ما بقي تمرين ما سويناه، ترى هذا يحفز الناس انهم يتركون فريقنا. مسوي لي افضل جسم بيفوز عليه ان شاء الله اسوأ جسم باذن الله. انا من اول حاسس انه ابو سعد عنده مشكله مع الصحه. بهذه العقليه حيبقى طول عمره سمين. يا اخي خلك في البر ولا تكثر، لان الرجال بيطحنك. بنتغدى عليكم.
اتغدى عليكم. انتوا شغلتونا انحف جسمك لك 30 سنه دب. ما واطن واحد معضل يشغلني بروتين كرياتين لك 30 سنه دب. هذول اعدائنا عامله معامله فروج فص فص. طيب لا تبقي في شيء. ابغاك تعامله في الميدان كنا في سفره. لا تحشم اضربه اشد عليه. انت عندك كاركتر عندك ميزه وطايح في يد افضل مدير اعمال في البلد. تمام كنا عتبي شوي على القناع لكن حزامك يشفع لك. بصراحه شفت بعيون احمد خوف والخوف هذا شفته في نفسي واتمنى انه بيضها احمد باذن الله بيبيض. الوعد ان شاء الله في القصر لا تمد يدك عليه. راح تلعب مع المصارع اللي ما قدرت انا افوز عليه في اس بي دبليو. هو هذا النزال انا دخلتك فيه بالقصد لاني مؤمن فيك اتوقع انك انت بتفوز وقتها راح نحتفل كلنا فيك. اشوفك في العرض الجاي. عرض اس بي دبليو الكامل من اول مباراه الى اخر مباراه صارت في العرض في قصر بور راح ينزل ان شاء الله في قناه اس بي دبليو يا اليوم يا بكره يا بعده بالكثير. فبحط لكم رابط قناه اس بي دبليو تحت في صندوق الوصف وتابعوهم وباذن الله راح تستمتعون بعروض مصارعه زي اللي صار في قصر بور وغيرها باذن الله. Yeah!
الكل متفاجئ بدخول احمد شو، احمد شو ديبيوت في اس بي دبليو على اللقب. مذهل التركي اللي بالنسبه لي اشوف من اعظم شخصيات اس بي دبليو هولا تركي. طبعا شوف هولا تركي داخل برفقه ابو السعد، واتوقع ان هو ارسال احد التابعين لمعاذ الخلف مدير عام لمنظمه اس بي دبليو، والمباراه تبدا الان. اصلا احمد شو متى كان مصارع؟ ما ندري، فجاه دخل تشبيك الاصابع بين الاثنين. تركي استحوذ، مهارة احمد شو رسلوك رول من تركي. نشوف الرسلوك عنيف، رول من احمد شو. ذا شو رول ثاني من تركي، ليك سويب. احمد شو يطيح على ظهره، كل الستيج قاعد يشجع احمد شو عكس الخصم تركي. ونشوف الحين صخب الجمهور، لوك اب بين الاثنين، هيد لوك من تركي. نشوف تركي رجع الحبل الثاني، يروح الحبل الاخر. شولدر تاكل حلوه، يروح قضيه، يروح ضحيتها احمد شو. شوف ابو السعد قاعد يستهزئ، بس ابو السعد شفناه داخل معاه شاورما من شاورمر. نذكر طبعا ان هذا عرض خاص برعايه شاورمر وفريق باور. لا لا لا، مين فرق من احمد شو؟ هيد توس فاشله يا ولد، شايف فرق الوزن من 90 ل 120 كيلو. انا بصراحه يا ابو جبل اشوف لو كانوا جايبين موسكو افضل من ابو من ابو شو بصراحه. احمد شو ما عنده شيء بالمصارعه. انا بصراحه موسكو افضل. ونشوف صدمني بصراحه احمد شو حاول ان هو يرفع هولا التركي، مع كامل احترامي للتدريبات والعضلات، بس يعني ما اتوقع ان ابو ربيعه درب احمد شو على هذه الرفعه. تركي يطلع برا الحلبه، ايش بيسوي ابو شو؟ ايش بيسوي ابو شو؟ احمد شو قاعد يشجع الجمهور، تركي برا الحلبه. ايش بتسوي يا احمد؟ ذا الشو ايش بيسوي؟ يروح على برا. داي من احمد شو على هولر تركي. يعني لابد انه يكون في بعض التدريبات او بعض التجهيزات عشان نشوف هذا المستوى من احمد شو، فما ننصح احد ابدا انه هو يجرب هذه الحركات في البيت او في المدرسه او في اي مكان. احمد شو يرمي تركي على الزاويه، اداء جدا قوي وحماسي من الاثنين. ابو السعد يوقف قدام احمد شو. طبعا شفنا ابو جبل احداث المطويق، بس شو يدخل الحلبه وتركي يستحوذ عليه بسرعه. دخول تركي لعصابه جديده، او هو مع دخل مسوي عصابه جديده. طبعا اتحاده مع سلطان، مع سلطان، مع نواف الحازمي. جميع الجمهور متفاعل مع احمد شو. قويه، 1-2 سوى كذا. تثبيت فاشل من تركي. ابو السعد قاعد ياكل شاورما. ابو السعد عطني، ابو السعد ناظرني ما تعطيني له. نشوف تركي مستحوذ على احمد شو. احمد شو راح على الزاويه الثانيه، ونشوف بنشوف باتش. تشوب، بنشوف تشوب جدا قوي من تركي. اثنين الى الان، فنشات على الظهر من هذا الاداء القوي اللي قاعد نشوفه من احمد شو. ابو شو، واحمد شو. احمد شو والديبيوت الاول لاحمد شو. ابو السعد طلع على الحلبه. ابو السعد، ابو السعد قاعد يسوي؟ ابو السعد يبغى ياكل الناس كلها شاورما. تركي، تركي استحوذ. يا الله. ابراهيم، ابراهيم دخل من تركي. واحد اثنين، ابراهيم ابو السعد قاعد. لا 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 لا، الحكم سحب عليهم، قاعدين نشوف مناوشه. ولا تركي، تركي يتدخل ويفك بين ابو السعد وابراهيم. قاعد يقول اوخر يا احمد شو. سباي بوستر، سباي بوستر، يا الله. ايش بيسوي احمد شو؟ ابو ربيعه مسوي شغل جبار في التدريبات. عطني اياها يا ابو الجبل، ابو الجبل عطني. يروح احمد شو على الحبل، الحبل الثاني. البو دروب، هذه الحركه الاكثر شهره والاكثر
حماسا في عالم المصارعه الحره في مز البو قاعد يخوض ابو شوق قاعد يغلط لا 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 قاعد يخوض ابو شوق قاعد يستدعي تركي انه هو يقوم ايش بيصير في بين اللقب على المحك سبير خوض سبير دور وار والله بالغش حكم حط حكم يا شيخ ما مشيك ما سرك مع غنم جو